خويا باقي شويه ناقص، عرف شي مناطق اللي موجود واحد شويه وصافي، بحال المناطق ديال بجاعد وخروات زام وخريبكه وهادي، ومناطق ديال الدكاله الرحامنه وهادي مع ذاك المرض، هادي عامل 3 سنين مأثر عليها، باقي شويه ناقص فيها شويه هو. والانتاج دابا محدد تكون ناقص، محدد السومه راك عارف تكون شويه غاليه. هذا مكان خويا المغرب تيولي كله مكبوب عليك المنطقه، كلشي باغي يجي يشري صحاب الشمال صحاب الصحراء، تيولي شويه الاحتكار في الثمن. هذا مكان. نعم، بالنسبه لك انت بشحال كتجيبوا من الفلاح، وبشحال كتخرجوا للمال؟ واخويا على حساب السوق، دابا تقريبا اخويا راه ما بين 300 حتى 350 درهم للصندوق عاد الفلاح، حتى لا لقيتي شي حاجه بغيتي تشري بالكونتيتي تنقص لك حتى ديك 270 درهم 275 درهم، انت تترك تصير عليه وهادي توصل لمواليه تبيعو ديك 400 درهم، ولا هادي حك فيها واحد 70 درهم ديال المصاريف، وتبقى لك ديك 40 درهم ولا تبقى لك هذيك 30 درهم وصافي، على حساب الجمله. الا بعتي واحد 40 صندوق ولا 30 ولا راك عارف هذا هو اللي كاين. والسقاط حتى هو ملي تيشري بديك الثمن حتى هو راه تيعينو ميزان وتيحسب وتعرف اش كاين عنده وشحال طايح عليه الحبه، تيدير واحد الرابح حتى هو واحد الهامش ديال واحد 10 ريال ولا دريهم ولا هو الخدمه ديالو، وتا هو تيتوكل على الله وصافي. حيت هذاك الشيء باقي غالي دابا، الحبه نورمالمون 3 دراهم 2 دراهم ونص 4 دراهم، ما بين 2 دراهم ونص 4 دراهم، دابا طايح على حتى هو السيد في الصندوق. يعني في حاجة مزيانة جودة، حاجة زوينة، حبات غلاط كذا، والرقيقة واللي هادي راه تكون شوية ناقصة في على حساب الكاليتي وصافي. بالنسبة للثمن غادي يبقى مستقر أو غادي؟ وعلى حساب الإنتاج وعلى حساب الجو أصاحبي، على حساب الجو، إلا كان الجو زوين وبقى السلعة تطيب وتوجد راه الإنتاج غيوجد، بقى الجو كوايا راه ما تقريبا راه تبقى تتموت في بلاصتها. تبقى ما تتفادك تم تتقعد تتموت، على بقى لا برد عليها الحال بالليل راه تتوجد، بقى الحال سخون عليها بالليل تتجي في حكايه تطلع بالليل تتنجى بالليل، صافي هي هذا الكرموسه هذا عدوها بالليل هي فين تيحيا، بعض النهار تينعس بالعربيه من نهار ما عدوش ما. بالنسبه للمناطق اللي كانوا في المغرب معروفين بالانتاج تاع الفاكهه، واخويا الحمد لله المغرب تقريبا راه كان معروف كامل بهذا، ما كل منطقه وعندهم الخير ديالو، ما هو هذا المرض اللي كان جا في التواخر ديال عامين ومع 3 سنين ولا هذه كلشي مشى، بقات هذه المنطقه عندنا حنا شويه على حساب الشيء ديال الفوسفات وهذه، كبحال هذاك الجو مداويه تتصدق عندنا السلعه قاصحه تتصدق تما شويه عندنا، لا هو من ناحيه هو والحبوب هما اللي تصدقوا عندنا، من ناحيه المنطقه ومن ناحيه المناخ اللي عايشين فيه، هما قلنا الدكواله الرحامنه راه كلشي اخويا محل، وبالاخص البلاصه اللي فيها البحر تلقى هذاك الميديتي ومع ديك الدوده والبروده صافي تيمشي تولي رماد، راك شفتو على عينيكم. هذا مكان خويا. هاد البلاصه هادي كاين السوق ديالها هنايا في مراكش في النخيل، هنايا داك النخيل الشمالي، المهم تنجيبوها من السوق تنصطبوها نقيوها وتنجيبوها تنعطيوها للناس هنايا بثمن مناسب. يقبل شويه الناس باقا مكرها واحد شويه من هذاك المرض اللي كان خلق مشكل الدرق، والمهم الناس اللي تيحبوا الكرموس ما تهمهم لا مرض لا حتى شي حاجه، بان هذاك المرض هي مرض عادي، الناس كانت مخوفه شويه واحد 3 سنين، ولكن واحد العامين هذه الناس تقبلت الكرموس الحمد لله، ولا رجعت تاكلوا كما كانت. نعم، بالنسبه للكرموس شحال وصل الكرموسه دابا؟ الكرموسه دروكا يا ما حد باقي ثمن مخفف شويه، دايرين 2 دراهم 3 دراهمات 30 ريال دراهم، هذا الشيء اللي داير الكرموسه. بالنسبه للمناطق اللي هي معروفه بالكرموس هنا في المغرب، المناطق اللي معروفه هنا من الكرموس هي منطقه الرحامنه والاربعه الصخور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.